السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله بحول الله هنحاول نديرو درس آخر اللي هو درس ديال كالكيل انتيغرال أي حساب تكامل. كوم لابيتود غنشرحو باللغة العربية ولينونسياسكم باللغة الفرنسية باش التلاميذ ديال خيار فرنسي وعربي ممكن يستافدو بجوج. إذا بالنسبة لهذا الدرس هذا اللي هو كيما قلتلكم كالكيل انتيغرال بمعنى حساب التكامل، مفيهش بزاف ديال ماشي مفيهش بزاف الفقرات، هو فيه بزاف الفقرات ما نحاولو نلخصوهم ومن بعد الدرس نعطيه شوية يكون ان بو ريزيم. اذا اول فقره نعرفوها هو تكامل انتغرال دي فونكسيون كونتيني سور ان سيغمون. اذا تكامل داله متصله على مجال، انتغرال دي فونكسيون كونتيني سور ان انترفال سور ان سيغمون. سيغمون ملي كنقول سيغمون بمعنى مثلا ار بي، هذه سيغمون ولا انترفال بجوج صح. سوا اف ان فونكسيون كونتيني سور ان انترفال ا بي سيغمون ا بي et f une primitive de f sur a. اذا خدينا f واحد داله، اول حاجه خصها تكون متصله. اذا داله متصله باش نقدر نتحدث على فوكاش داله تقبل داله اصليه اذا كانت متصله. cf سواء f une fonction continue alors بما انها متصله sur un intervalle ab alors عندها fonction primitive. الى ادمي une fonction primitive بمعنى داله اصليه اللي هي f grand f une primitive de f sur a sur A. هنا عندي واحد بسي رابيل، كيس كو سافو دير F غراند F بريميتيف، ما معنى غراند F هنا بالنسبة ما معنى F هي بريميتيف دو بوتيت F. ألوغ F إي بريميتيف دو بوتيت F، لا كانت F غراند F ديريفابل بمعنى قابل للاشتقاق، ولا ديريفي ديالها يعني F بريم دو X إيكالا F دو X. هذا هو الشرط التعريف ديال بريميتيف. F دالة أصلية ل F، لكن f اول حاجه قابله للاشتقاق والمشتقه ديالها هي بوتيت f دو اف دو اكس هي f صغيره. اذا دابا حنا عرفنا f صغيره وغون f هي بريميتيف هي الداله الاصليه ديالها. لانتيغرال دو لا فونكسيون f انتر a اي b انتر a اي b اي لو نومبر ريال. اذا من هنا عرفوا ان التكامل هو عباره عن عدد حقيقي. لانتيغرال دو لا فونكسيون f اي تكامل الداله f بين a و b هو العدد الحقيقي اللي كيترمزوا له بهكا تكامل من ا ل ب اف دو اكس دي اكس كيساوي لنا اش كيساوي لنا العدد. كندير هنا غران اف دو اكس بمعنى الداله الاصليه ديال بوتي اف انتر ا ب اللي هي بالدور ديالها اش كتساوي لنا هي اف دو ب موا اف دو موا اف دو ا. اذا هذا هو التعريف ديال التكامل. نسبه كبيره في الدرس غنحتاجوا فيها هذا التعريف هذا فقط. اش غيتغير؟ غتغير لا فونكسيون بريميتيف. غنعطيك انا الداله وانت خصك تلقى لي فونكسيون بريميتيف. بور سولا عندي لكم ان شاء الله في الفيديو واحد الطابلو اللي كيعطينا شاك فوا بيان سيغ غنديرو دي رابيل هنا، مي عندي لكم واحد الطابلو في الفيديو اللي كيعطينا لي فونكسيون بريميتيف. كل داله كتكون عندنا هاد الداله كنحط غير الداله الاصليه ديالها. اذا ندير واحد بتي رومارك، هاد الكتابه هاد ليكريتور هادي لانتيغرال ال بي ديال اف دو اكس دي اكس يقرا انتيغرال دو اف دو اكس دي اكس اي تكامل اف دو اكس دي اكس دو ا اب، يعني التكامل ديال اف دو اكس دي اكس من ا الى ب. هاد الاعداد ا اي بي لي نومبر ا اي بي سابيل يسمى لي بورن دو سيت انتغرال بمعنى حدي التكامل. هاد الاعداد ا و بي كيتسمى حدي التكامل. فهاد الكتابة ليكريتور دون ليكريتور لانتغرال انتر ا بي ديال اف دو اكس دي اكس هاد لا لتر اكس بوتيت رومبلاسي باغ اون اوتر لتر انسي. ممكن هاد في هاد الكتابه هادي لانتيغرال اونتر ا بي اف دو اكس دي اكس، هاد اكس ممكن نعوضو بشي حرف اخر مثلا تي اس تيتا، سو ني با ان بروبليم. كتبقى نفس يعني قيمه التكامل ما كيتغيرش، لا غيرت المتغير. انسي اون التكامل من ا بي ديال اف دو اكس دي اكس كيساوينا هو التكامل اون ا بي ديال اف دو تي دي تي التكامل ا بي ديال اف دو اس دي اس دي تيتا اكسيتيرا انسي دو سويت. شاك فوا نغير هاد الفاريابل هذا اكس بشي لاتر اخر ما كيتغيرش قيمه التكامل. اذا دابا ان شاء الله نحاولوا نديروا واحد ديكزومبل اكزيرسيس اللي من خلاله غنحاولوا نحسبوا بعض التكاملات وغنشوفوا فريمون ان التكامل لي فونكسيون بريميتيف عنده علاقه بلي فونكسيون بريميتيف. ما كانش عندي مشكل في فونكسيون بريميتيف في التكامل ما يكونش فيه مشكل. نديروا هنا اكزومبل ولا اكزيرسيس وحسب التكاملات التاليه بمعنى كالكولي les intégrales suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada.
U1, التكامل U1 ده التكامل سهل، والتكامل من A2 ديال X أو كاري TX. التكامل الثاني الانتغرال entre E carré et la puissance 4 et ln x sur x dx. قدر نديرو مثلا E3 هو التكامل ln جوج ln ستة ديال t exponentielle t carré dt. نقدر نديرو تكامل اخر اي 4 مثلا اللي هو الانتغرال entre 0 ln 2 ديال exponentielle s la exponentielle s plus 1 d ds. اذا نحاولوا على بركه الله نحسبوا التكاملات هادو. نمشيو هنا بالنسبه لهذا التكامل هذا كما قلت لكم اول حاجه نشوفوا لا فونكسيون بريميتيف. نديرو غابيل هنا واحد التذكير غابيل تذكير شنو هي البريميتيف. الا كانت عندنا اف دو اكس معرفه ب اف اكس ايكال اكس اوس ان شنو هي الفونكسيون بريميتيف ديالها اف غران تي اف اكس كتساوينا هي اكس. هنا عندنا ان كندير هنا ان بلس 1 وكنقسم على ان بلس 1. مثلا كانت ان واحد غادي هنا هي اكس كاري سيغ 2. كانت ان 2 x كنعوض n ب2 فهاد التعبير. كانت n هي 3 كنعوض n 3. مثلا فونكسيون بريميتيف دو u بريم لا u يعني ملي كنحسب سولا دي فونكسيون f دو x كتكتب لها بشكل u بريم دو x لا u دو x. فونكسيون بريميتيف ديال f دو x هي ln بون حنا ماشي ان فونكسيون بريميتيف بلاد واحد بالنسبه لداله راه كما درنا في الدرس ديال لي بريميتيف عندها ما لا نهايه من الدوال الاصليه. بون حنا بغينا غير وحده غير وحده كافيه. اون فونكسيون بريميتيف هي هادي اف ال ان لا فالور ابسولي القيمه المطلقه دو اي دو اكس. اذا بصيغه اخرى ملي كنشوف داخل التكامل ان الداله ممكن نكتبها على شكل اي بريم على اي دو اكس شنو هي الداله الاصليه ديالها هي ال ان القيمه المطلقه ديال اي دو اكس يعني ديال هذه اللي كتكون في المقام. مثلا عندنا بريميتيف عندنا لا ديريفي دو اكسبونونسيال اكس. شنو هي لا ديريفي ديال اكسبونونسيال اكس؟ هي اي بريم اكس اكسبونونسيال اكس. دونك شنو هي البريميتيف ديال هادي؟ شنو هي الداله الاصليه ديال الداله تكتب على شكل اي بريم اكسبونونسيال اكس؟ هي اكسبونونسيال اكس بلا بريم. اذا هنا صيغه اخرى لا كانت عندنا اف دو اكس هنا غير لي زيكزومبل وشاك فوا احتاجينا شي مثال نقدروا نديروه. إذا كانت عندنا f دو x تكتب على شكل e بريم دو x اكسبونونسيال اي x اش غتكون الدالة الأصلية ديالها؟ f دو x هي اكسبونونسيال اي x. إذا على بركة الله نحاولوا نحسبوا هاد التكاملات هذا. وهنايا عندنا x ولكن اون جينيرال كانت عندنا f دو x كتساوينا هي اي بريم في اي اوس ان. اي بريم في اي اوس ان البريميتيف ديالها كتكون هي اي اوس ان زائد واحد على ان زائد واحد ديال البريميتيف ديالها. اذا سهل جدا هادشي. نحاولو نديرو فويز انتغرال دابا. إذا نحسب أول تكامل قلنا لدينا U1 كتساوي لنا هو التكامل من واحد لجوج ديال X أو كاري دي X. دابا شكون اللي كيلعب لنا الدور ديال F ديال X؟ F صغيرة هو X أو كاري. شنو قلنا البريميتيف ديال X أوس N
هنا عندنا على شكل x اس ان افيك ان شحال كتساوي ان هي جوج. قلنا البريميتيف ديال x اس ان هي x اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. هادشي شحال كيساوي لنا كدير هنا كروشي هي x اس ان زائد واحد هي x اس جوج زائد واحد هي ثلاثة. صوموا على ثلاثة ما بين واحد وجوج وهادشي اش كيساوي لنا كيساوي لنا هو x. نعوض هنا x اثنان هي اثنان اس ثلاثة على ثلاثة ناقص هي f دبل f دبل هذه هي f الوغ f دبل هي نعوض x باثنان ناقص واحد اس ثلاثة على ثلاثة. إذا في هذه الحالة f هي x اس ثلاثة على ثلاثة غاديك ب هي جوج نعوض x ب هي f دب هي اثنان اس ثلاثة على ثلاثة و a هي هو واحد. ألو شحال تساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا هي ثمانية ناقص واحد على ثلاثة اللي هي سبعة دو على ثلاثة. U1 كتساوي لنا سبعة على ثلاثة. إذا غندوزو نحسبو دابا أو دو إي دو قلنا شحال كتساوي لنا إي جوج. غي هو قبل ما نبدا نحسب كنشوف هاديك الدالة عندي إنا بريميتيف ممكن تكتبها على إنا ممكن نكتبها على أي شكل. مثلا إي دو كتساوي لنا لانتيغرال أو دو كات ديال ألان إكس على إكس دي إكس. إذا هنا خصني نشوف مزيان عندي ألان إكس على إكس. إذا شنو هي لا ديريفي المشتقة ديال ألان إكس؟ كنا كنعرفوا أن ألان بخيم دو إكس هي أن سيغ إكس. الوغ كنا كنعرفو هاد لافالو هادي ألان بخيم دو إكس. دونك هاد التكامل هذا ممكن نكتبو هو لانتيغرال أو دو أو كات ديال أن سيغ إكس في ألان إكس دي إكس أن سيغ إكس فوا ألان إكس دي إكس. إذا بالنسبة لينا نحاولو نمحيو هنايا. إذا شحال يساوي لنا هذا؟ دونك هادي تساوي لنا هو لانتيغرال أونتخ أو دو كاد هاد أن سيغ إكس قلنا نعوضها بألين بخيم ألين بخيم دو إكس في ألين إكس دي إكس. دونك كيفاش تكتبت لنا هادي؟ شنو هي البريميتيف قلنا ديال إي بخيم فوا إي أوس إن؟ هي إي أوس إن زائد واحد على إن زائد واحد. بريميتيف ديال هاد الدالة هنا بيان سيغ مكاينش تساوي بريميتيف دو اي بريم في اي اوس ان هي اي اوس ان زائد واحد على ان زائد واحد غير هنا ان ايكالا ان. دونك في هاد الحالة كيساوي لنا هاد الانتيغرال هذا كيساوي لنا هو اي اوس ان اللي هي واحد زائد واحد هي جوج الين او كاري اكس سيغ دو اونتر او كاري او كات. اذا هنا نعوضو اكس هادي هي بي وهادي هي الو. هنا هي ln او اس 4 او كاري على جوج ناقص ln او كاري او اس 2 سور 2. اوغ شحال كتساوي لنا هادي بحال مثلا اللي ممكن نكتب هي ln او اس 4 باش تبان لكم النتيجه سهله اس 4 ناقص ln او 2 اس 2 مقسومة على 2 اوغ شحال كتساوي لنا ln للإكسبونونسيال x؟ شنو هي لا فونكسيون ريسيبروك؟ الدالة العكسية ديال ln هي الإكسبونونسيال. إذا واحد الخاصية خصنا نعقلو عليها اللي هي ln ديال إكسبونونسيال x كتساوي لنا x الإكسبونونسيال ديال ln x كتساوي لنا x. بيان سور x في هاد الحالة كتنتمي لنا لR. الحالة الأولى x كينتمي لR الحالة الثانية x كينتمي لR إطوال بلس R جمع بلس في جدال ln معرفة على صفر زائد ما لا نهاية و إكسبونونسيال معرفة على R. أون جيرال إكسبونونسيال ln x هي x و ln إكسبونونسيال x هي x. دونك نكتب هنايا باش نقدرو نكملو الانتيغرال و باش كيساوي لنا هذا نكملو هنا ماشي مشكل. ln إكسبونونسيال 4 هي 4 دونك هي 4 أس 4 ناقص 2 أس 2
الضوء على يدنا. دو U2 دونك سما نقدرو هي 4 أس 4 ناقص 4 على 2 بون نقدرو نحسبوها سون بروبليم يعني 4 أس 4 هي 4 في 4 16 في 4 48 بون هي 4 4 هي 16 في 16 حسبوها هي 6 في 6 36 هنا طريقة باش تعرف تحسبو 6 في 6 36 1 في 6 6 و 3 هي 9 6 في 1 6 1 في 1 هي 1 دونك عندنا هنا 6 5 وهي 256 دونك شحال كتساوي لنا هي 256 ناقص 4 على لا جوج اللي هي 252 على جوج اللي هي كتساوي لنا شحال 126 126 دونك لو دو اي 2 هي 126 هنا قلنا الانتغرال سي ان نومبري دائما كيخرج لنا عدد حقيقي يقدر يخرج موجب بطريقة أخرى سالب. إذا نشوفوا المثال الثالث ليكزومبل 3 قلنا اي 3 كيساوي لنا هو الانتغرال من ln 2 حتى ln 6 ديال تي اكسبونونسيال تي كاري دي دت. اذا هنا اول فكره كنشوف هنا عندي تي اكسبونونسيال تي او كاري اذا عندي شي حاجه في اكسبونونسيال شي حاجه غنحاول نشوف انا كنخصني ما ننساش ان البريميتيف ديال اي بريم فوا اكسبونونسيال او هي اكسبونونسيال بريميتيف ديال هذه هي هذه دونك غنشوف واش ممكن نرجع لهاد الحاله هذا انطلاقا من هاد التكامل نرجع لهاد الحاله وكيفاش كندير لهنا كنجي للبغويون في البغويون كنجي كنشوف هاد اكسبونونسيال تي كاري كنشوف هاد تي كاري هادي عندي هنا تي كاري هاد العدد اللي يكون عندي الفوق هادشي غير بغويون كندير لا ديريفي عرفت المشتقة شحال تساوي لنا لا ديريفي ديال تي كاري هي دو دو تي كنشوف شنو هما لي شونجمون اللي نقدر ندير هنا نزيد نقص نضرب نقصان باش نلقى هنا العدد اللي نضرب في اكسبونونسيال تي كاري هو لا ديريفي ديال تي كاري هنا كنلاحظو عندنا تي باش نلقى دو تي يكفي انني نضرب اثنان غير هو ضربت في 2 باش ما باش يبقى الحساب ديالي صحيح ضربت في 2 خصني نقسم ايضا على 2 دونك هنا شحال كيساوي لنا هاد التعبير هذا كيساوي لنا هو لانتيغرال اونتر ln2 ln6 ديال 2 فوا تي هي 2 تي ضربت في جوج خصني نقسم على جوج ايضا في اكسبونونسيال تي كاري سور 2 ضربت في جوج خصني نقسم على جوج دونك هاد التكامل واش كيساوي بحال ذاته ممكن نحطها مباشرة ولكن نمشيو ايطاب باغ ايطاب دونك كتساوي هذا هو التكامل ln2 ln6 ديال تي كاري بريم اكسبونونسيال تي كاري هادشي مقسوم على جوج ديت هاد واحد على جوج نقدر نخرجها لبرا بون تي كاري نقدر نخرجها برا من بعد نديرو الخاصية ديال لا لينياريتي ديال الانتيغرال اذا هنا شحال كتساوي لنا اكسبونونسيال تي كاري هادي دابا كتبتنا على شكل او بريم فوا اكسبونونسيال اي دونك شنو هي البريميتيف ديالها هنا واحد على جوج نخرجوها شنو هي البريميتيف ديالها هي اكسبونونسيال تي كاري اونتر ln2 و ln6 دونك كنحيو هنايا شحال كتساوي لنا هادي هي واحد على جوج اكسبونونسيال ln6 او كاري موان اكسبونونسيال ln
جوج او كاري الكل مقسوم على دونك هذه كتساوي لنا هي 1 على 2 اكسبونونسييل ال ان 6 او كاري ناقص اكسبونونسييل ال ان 2 او كاري وهذا الشيء شحال كيساوي لنا دونك هنا عندنا اكسبونونسييل ال ان 6 او كاري دونك شحال تساوي هذا التعبير هذا بون بون نقدر نحتفظو بها هكا دو اي 3 حيت خدينا الانتيغرال ديال مانيير اليطوار نقدر نحتفظو بها هكا ونقدر نزيدو نبسطو فيه الا كان شي امكانيه الين 2 او كا او كا اذا نحاول ندوزو نشوفو المثال الثالث في 4 دونك عندنا بالنسبة لنا في هاد الحالة 0 إكسبونونسيال 0 ln2 ديال إكسبونونسيال S على إكسبونونسيال S زائد 1 إذا نحاولو نديرو الكوريكسيون هنا قلنا U4 كتساوينا هو 0 نبداو من هنا On a eu 4 qui s'avère 0 et ln2 exponentielle s sur exponentielle s plus 1. Donc, je vais le prendre là. Je vais le prendre là. U4, ça veut dire l'intégrale entre 0 et ln2. On a une exponentielle s. Elle est exponentielle x plus 1. S plus 1. Et là, كنحاول يكون عندي بسطو مقام كنشوف واش عندي الحاله ديال او بريم على اي هنا ايفيكتيفمون شحال هي لا ديريفي ديال اكسبونونسييل اس هي اكسبونونسييل اس دونك هنا ممكن نكتب هي اكسبونونسييل اكس اس بلس 1 بريم لا اكسبونونسييل اس بلس 1 دي دي اس دونك كتساوي لنا هي شنو قلنا البريميتيف ديال او بريم على اي هي ال ان القيمه المطلقه دونك هي ln لا فالور ابسولي دو اكسبونونسييل اس بلس 1 بيان سور انتر ما بين 0 و ln 2 اور هنا عندنا اكسبونونسييل اس بلس 1 بوزيتيف دونك القيمه المطلقه عندنا اكسبونونسييل اس دائما موجب زائد 1 راه موجب قطعا دونك هذا الشيء اش كيساوي لنا دونك ln نحيدو القيمه المطلقه تبقى لنا اكسبونونسييل اس بلس 1 انتر 0 ln 2 وهذا بحد ذاته اش كيساوي لنا هو ln يعني نعوضو s ب ln2 ديال اكسبونونسييل ln2 بلس موا ln اكسبونونسييل 0 بلس 1 دونك اكسبونونسييل ln2 قلنا اكسبونونسييل ln x هي x دونك هادي كتساوي لنا هي ln اكسبونونسييل ln2 هي 2 2 بلس 1 هي 3 موا ln اكسبونونسييل 0 هي 1 1 زائد 1 هي 2 موا ln 2 هذه نقدروا نخليوها هكا ونقدروا نكتبوها هي تساوي لنا هي ln 3 سور 2 علاش حيت قلنا ln a سور ln a موا ln b تساوي لنا هي ln a سور b هذه لي بروبريتي ديال لا فونكسيون ln إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الفقرة في الفقرة الماجية إن شاء الله نحاول نديرو كيلكو بروبريتي بعض خاصيات التكامل. إي ميرسي بوغ فوتخ أتونسيون.